أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. خلينا هاليوم فعلا نتأمل من مزمور من مزامير ملك داود اللي بيعلمنا أشياء عملية بحياتنا اليومية. مزمور 103 من 1 إلى 3 مكتوب بهالطريقة لداود، داود اللي كتب هذا المزمور: باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. يمكن صارت وياك من توقع باحتياج لمساعدة أو معونة، وبالأخص في وقت محرج وصعب، وفي لحظة يجي واحد ويساعدك أو يحل المشكلة ويروح، وبسبب الصدمة والانشغال اللي أنت تمر به نسيت تقول له شكرا أو إيش قد أني مديون إلك. وبعدين فعلا ممكن تدور على هذا الشخص وتريد بس تقول له أني مشكور إلك على المساعدة وعلى الوقفة. أنا ما أعرف هل صارت وياك هذا الموقف، ويمكن بعدك جاي تدور على أشخاص على موت تشكرهم. ملك داود مر بهذا النوع من التجربة، ولهذا هنا بيتكلم بيقول باركي يا نفس الرب، ليحاول يذكر نفسه أنه يا نفسي تعالي وشكري الله. باركي يا نفس الرب لكي ترجع كل الشكر لله. يمكن أنت ما راح تلقى الشخص اللي ساعدك، بس تقدر هاليوم ترفع عينك للسماء وتصلي هالصلاة: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني فليبارك اسمه القدوس. أوقف بمكانك هاليوم وذكر نفسك بالإحسانات والأشياء البركات اللي الله فعلا مطيك إياها. أنت ما عندك غير تشكر الله. والله ما محتاج من عندك على فكرة أي شيء، بس أنا وإنت محتاجين نتعلم الشكر لله، نتعلم الشكر للناس اللي حوالينا اللي بيساعدونا. نشكر الله أيضا من أجل الناس اللي حوالينا اللي الله جابهم بطريقنا بطريقة أو ما. يا رب احنا جايين نشكرك، بنعظم اسمك القدوس. يا رب جايين احنا بنشكرك من أجل كل خيراتك وبركاتك. أيضا يا رب نشكرك من أجل أنه تتمجد فعلا بحياتنا أكثر وأكثر. يا رب أنا بشكرك من أجل أهلي، من أجل ناسي، من أجل أصدقائي، من أجل طلاب اللي بيدرسون وياي أو العمال اللي بيشتغلوا وياي. أصلي باسم المسيح من أجل بركة على حياتهم، وأنا فعلا أريد أشكرك على الصحة وبشكرك على الخلاص اللي أنت عملته بنفسك إلي على مدى أكون إلي علاقة معك. باسم المسيح يسوع أصلي، أمين. شكرا لك لأن أنت ويانا. الرب يبارككم.